قال لي على التلاوات المجوده للمشايخ بتوع مثلا الاذاعه المصريه اللي هم القدامى الشيخ المنشاوي وابو اسماعيل، قال لي التلاوه دي المجوده اللي هي طويله بيطولوا فيها دي لم ترد عن السلف فحكمها قراءه منكره. لا 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 تصدق، يعني استمع اليها يا شيخ. كلنا نستمع اليها، ده زينا القران باصواتكم. لا أخي لا تلتفت، لا تلتفت للموسوسين، الله يغفر لنا ولك. جزاك الله خيرا.